عالم الطف خفاق أبدا. شاهدت السيدة زينب عليها السلام حزن الإمام زين العابدين عليه السلام على أبيه، فقالت له: لا يجزعنك ما ترى، فوالله إنه لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة، وينصبون بهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأعوام، ولا يجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميصه، فلا يزداد إلا ظهورا وأمره إلا علواً.